احمد الشمس وعن حضرتك. ايوه لو حضرتك هتشاركوا في الستوري بورد بتاعت قصه الفيلم نفسه، ايه ابرز الحاجات اللي ممكن تحطها في الفيلم عن حضرتك وعن مدام شمس؟ هو اللي بيالف الحكايه، هو عايز يصور. طبعا مامته قالت له انا مش هاخده من البيت، عايز اي حاجه انت اللي تصورها ويبقى في البيت. هو عايز يتكلم عن علاقتنا انا ووالدته، عايز يتكلم عن مامته كأم، عايز يتكلم عن مامته كحبها للمطبخ، حبها لأولادها، إنها سابت كل حاجة في الدنيا. على فكرة شمس لما اعتزلت كانت أكبر أجر في السينما، كانت بتاخد 20,000 في الوقت اللي غيرها كان بياخد 4,000، ومع ذلك سابت كل ده وكأنها بتسيب يعني أي حاجة كده. فهو بيعمل، عايز يعمل فيلم تسجيلي وثائقي، بس هو اللي بيكتب المادة، فهو لغاية دلوقتي كسلان في الكتابة، بس وقت ما يخلص كتابة أقول يلا، هنقول له يلا. هل مدام شمس ندمان عن أي عمل عملته خلال مشوار حياتها كله؟ لا ما بنتكلمش في الحاجات دي، لكن هي خلاص قالت أنا أعلنت اعتذاري وقالت في الأهرام، وقتها عملت اعتذار في الأهرام عن الافلام اللي عملتها، وان كان في حاجه تغضب ربنا، ربنا سامحنا عليها، وادعوا لي ان انا ربنا ثبتني على ديني. عملت اعلان في الاهرام. ونعم لضيفنا الكريم الاستاذ احمد الشمس، ونعم لضيفنا الكريم الاستاذ احمد الشمس.